مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. يسعدنا الان ان نستضيف على الهواء مباشره من نيويورك السفيره فانيسا فريسر، المندوبه الدائمه لمالطا لدى الامم المتحده. Ambassador Vanessa Fraser, the permanent representative. المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة. مرحبا بك. شكرا جزيلا. اسمح لي أن أبدأ بالقول بأن مالطا عبر قيادتكم هنا في الأمم المتحدة تمكنت من تحقيق مع روسيا والولايات المتحدة والبرازيل ومجموعة الإيتن فشلت مسوداتهم ومشروع قراراتهم أن تحققه، وهو الحصول على النتاج الأول من مجلس الأمن منذ بدء الحرب في غزة، وعلى شكل قرار 27/12 في 15 من نوفمبر. تهانينا لكم وأحسنتم عملا معالي السفيرة. القرار إنجاز هام جدا، والأمين العام المتحدة جاء إلى هذه الجلسة اليوم لتقديم تقرير حول مدى تطبيق أطراف لمواد القرار. فأود أن أبدأ معك بأن أذكر حقيقة والترحيب، ترحيب غوتيريش منذ البداية، والذي اعترف به لتبني القرار 27/12، وبحسب كلامه فإن القرار مهم جدا، ولكن تطبيق الأطراف لهذا القرار هو أكثر أهمية. وأنا أقتبس من كلماته، وصف تطبيق القرار على أنه جزئي كأفضل ما يوصف، وهذه الكلمات التي استخدمها الأمين العام للمتحدة، وأكد على أنه أسس مجموعة عمل مكونة من دائرة شؤون بناء الشؤون السياسية والعمليات وأوتشا، وهي الجزء الإنساني من الأمم المتحدة، لطرح المقترحات فيما يخص ضمان مراقبة تطبيق القرار. أو بصفتكم أنتم من صاغ أو مؤلفي المشروع أو أصبح الآن قرارا، مرة أخرى أحسنتم عملا لتمكنكم من الحصول على النتاج من هذا المجلس المنقسم جدا. ما هي آراءكم حول هذه الآلية، آلية المراقبة، وهل تعتقدون بأنها ستساعد في ضمان تطبيق الأطراف لهذا المشروع؟ في قرارنا نحن نطالب بأن الأمين العام يوفر لنا بشكل ملح الخيارات حول كيفية تطبيق المراقبة. من المهم جدا مراقبة تطبيق القرار، لأن هذا القرار هو لمسألتين يجب أن يتم العمل عليهما، أولا تحرير الرهائن، وثانيا إيصال المساعدات. وتحت مظلة تسليم المساعدات لدينا الإجلاء الطبي للأطراف ومن هو مريض ومن هو مصاب والمهتمون بهم. هذا من الجانب الإنساني. حاليا نشهد التطبيق الأول للقرار عبر وقف أطلاق النار المؤقت وتبادل الأسرة، وهذا يظهر مدى أهمية أن هذه الوقفات المؤقتة بالنسبة لنا لفترة مستدامة من الوقت من أجل إيصال المساعدات الضرورية وكذلك لعملية الإجلاء وأطلاق سراح الرهائن. من الواضح من أننا بحاجة لعدة أيام، ونود أن يتم الاستمرار بتمديد هذه الهدنة. كانت 4 أيام، رحبنا بالتمديد ليومين، ونود أن نرى المزيد، وهكذا سيكون العمل أكثر أسهل بكثير لمراقبة العملية. غوتيريش أيضا قال في التقرير أن القرار 27/12 يطالب كافة الأطراف الامتثال واحترام التزاماتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي، وبشكل ملحوظ فيما يخص حماية المدنيين خاصة الأطفال في غزة. من الواضح أنه قبل هذا الوقف المؤقت شهدنا انتهاكات صارخة تتجاوز أعداد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا. 80% من أهالي غزة أرغموا على الخروج من شمال غزة تجاه الجنوب،
ولكن مع المراقبة الملائمة والمناسبة، هل تعتقدين بأننا نستطيع أن نتجنب كل هذه الانتهاكات من قبل طرف من النزاع وتطبيق القانون الإنساني الدولي؟ هذه هي روحية القرار من أجل ضمان عدم انتهاك القانون الإنساني الدولي من أي طرف، لأن حماس وما فعلته في 7 من أكتوبر أيضا عمل شنيع وينتهك العديد من القوانين أيضا، وعملية الاختطاف للرهائن خاصة الأطفال هو أيضا انتهاك للقانون الدولي. فهناك انتهاكات من عدة أطراف ولكنها غير متلائمة في الحجم، صحيح، ولكن لا يمكن المساواة والمقارنة بينهما. هناك عدة أعمال وكلها أعمال تنتهك القانون، وواحد لا يساوي الآخر، ولكن ما حصل في 7 أكتوبر بالتأكيد يجب أن يدان، والأعمال الأخرى التي جرت ضد المدنيين بنفس الشكل. بالنسبة لنا حماية المدنيين مهمة للغاية، وبالتأكيد مجلس الأمن يرى ذلك، ليسنا نحن فحسب، ومجلس الأمن لم يتوقف فقد أو يمنع هذا القرار وقد تبناه وفيه رسائل هامة. والآن وفيما يخص إذا ما كانت ستكون هنالك مساءلة أو محاسبة، هذا ليس دور المجلس، هنالك الأطر القضائية أو الهيئات القضائية التي عليها أن تتحقق. ولكن حقيقة أن قرارنا وكقرار مجلس أمن وهو ملزم قانونيا، فهو ليس فقط وضع أخلاقي بل قانوني لضمان الامتثال بالقانون الإنساني. هذه مسألة للمحاكم الدولية، علينا جمع الأدلة واتخاذ المسار القضائي أو الإجراءات القضائية من أجل المحاسبة على ذلك. ألا ترين احتمال مثلا للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم القتل وجرائم ضد الإنسانية وحتى الإبادة؟ الكثيرون يسمون ما تقوم به إسرائيل في غزة كإبادة. هناك بعض الدول قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لفعل ذلك. نحن عضو مؤسس وندعم المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية الدولية التابعة للأمم المتحدة. إذن ليست لديكم أي مشكلة إذا ما حققت المحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم، هذا هو دورها. وبالتالي نحن نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية في كل حالة، ليس فقط في هذه الحالة بل في كل حالة، أن تؤدي واجباتها وفقا لواجبها. تحدثنا عن ما يؤمن به والقرار 27/12 القرار المالطي كما يسمى، ولكن السفير الروسي كان منتقدا جدا لقراركم وصفه على أنه عديم الجدوى والوقفات الإنسانية المؤقتة وليس مفاجئا أنه لا يطبق، وهذه كلماته وليست كلماتي. ورسالته كانت قللت أمريكا من شأنها ولا يشمل متطلبات لوقف إطلاق النار ولا إجراءات لتقديم المساعدات لمن هم بحاجة. الغارات الإسرائيلية ضد وما حصل في الضفة الغربية، القرار لم يذكر ذلك حسب ما قاله، والهجمات ضد سوريا والتوترات مع الخط الأزرق مع لبنان، ماذا تقولين له؟ أنا أرحب بانتقاد السفير الروسي ولا أعتقد بأنها تقلل من قيمة قرارنا. قيمة القرار هي حقيقة أن الجميع لم يكن سعيدا به، وكل عضو بإمكانه أن يجد شيئا ربما كان يرغب أن يغيره في القرار، ولكن كلامه كثير. صحيح، عندما تفاوضنا على هذا القرار قلنا بأنه سيركز بشكل خاص على الاحتياجات الإنسانية خاصة الأطفال، وبالتالي فهو لا يعالج المسائل الأخرى، كما قلنا بأنه خطوة، وبالتالي فيجب أن تكون هناك خطوات أخرى. ونحن نرحب بأي مبادرة من الروس إذا ما كانوا يعتقدون بأنه هنالك يجب أن تصدر قرارات معجلة مسائل أخرى، لكن هذا القرار مرر لأنه كان مركزا بشكل كبير جدا على الاحتياجات الإنسانية للأطفال على الأرض.
الوقفات الإنسانية المؤقتة. الأمين العام رحب بتمديد الوقفات الإنسانية المؤقتة، ولكن رياض المالكي أو خارجية الفلسطيني قال يجب أن تترجم إلى وقف أطلاق نار دائم، ولا يريدون وقفات مؤقتة واستئناف الحرب بعدها، يريدون وقف أطلاق نار مستمر. وطرحت نفس السؤال على الوزير الخارجية السعودي وقال بأنه متفائل بحذر كبير، بسيط أمل، لم يقل بأنه متفائل. كيف تشعرون من جهات اتصالكم وتعمقكم في هذا الأمر؟ ما هي فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة؟ قلنا في بياننا أننا أيضا نرغب برؤية ذلك واستمرار تمديد الهدنة، ونود أن يطلق سراح كافة الرهائن، ولكن في قرارنا إطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية ليست مشترطة بعضها على بعض، وكتب ذلك عن عمد بهذا الشكل، لأنه حالما يطلق سراح الرهائن فيجب أن يكون هنالك استمرار بالوقفات إطلاق النار المؤقتة. لهذا فإنهما يمكن يحصل عليه بالتزامن كما يحصل الآن، ولا يجب أن يكون أحدهم مشروطا على الآخر. هذا ما نأمله، وبينما تستمر الهدنة ويستمر تمديدها كما حصل الآن فسيكون من الصعب جدا علينا نحن أو على أعضاء مجلس الأمن، وكذلك على قادة العالم والعامة وجمهور العام لتقبل استئناف العمليات القتالية، سيكون ذلك مرفوضا. الأمين العام قال أنه هنالك زيادة ماسة ومستمرة في الاحتياجات الإنسانية من ضمنها الماء والغذاء والوقود والمعدات الصحية، كما قال بأن إجراءات النجاح أو التي تعبر النجاح ليست في أعداد الشاحنات تعبر رفح، بل كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى من هم بحاجة إليها. ملاحظاتكم في كلمتكم ذكرتم بأن منظمة الصحة العالمية تقول بأن عدد أكبر من الأشخاص سيموتون بسبب الأوبئة أو الأمراض، وأن العمل الفوري مطلوب. من المهم جدا أن ندرك بأن معبر رفح ليس فيه ما أو القدرة الكافية، والأمين العام طالب باستخدام المعابر الأخرى وكريم شالوم والآليات التفتيش للسماح بالزيادة الضرورية للمساعدات. كلنا نعرف بأن المساعدات تصل إلى غزة غير كافية بأي شكل من الأشكال، كما ندرك من الإمارات العربية المتحدة تكتب مشروع قرار كما وصفته أنت E10 يوم أمس في الإمارات العربية أو في مهمة الإمارات العربية المتحدة. كيف ترون فرص تمرير الإمارات العربية المتحدة لهذا المشروع؟ هو قرار إنساني تمت صياغته، والآن بما أنكم خبراء في تمرير القرارات المثيرة للجدل عبر مجلس الأمن، كيف تقيمون فرص نجاح وتمرير المشروع القرار الإماراتي في مجلس الأمن؟ أعتقد بأنه فرصة جيدة جدا، لأنه يعالج الواقع على الأرض ويعالج الواقع العملياتي والإنساني على الأرض. بعدما ذكره الأمين العام لدينا وزير الخارجية المصري في كلمته أيضا تحدث عن هذا مشروع القرار المقترح، لأنه القرار مقترح من قبل مصر، ولكن الإمارات العربية المتحدة هي التي تعمل عليه في مجلس الأمن بصفتها عضوا. هذا في اجتماع الإيتن يوم أمس بدأ، وأنه سيتم صياغته بشكل بناء. هو من المهم جدا أن تبقى مجموعة الإيتن متحدة، لأنه حالما ندخل في مرحلة المفاوضات على قرار فيه 10 أعضاء يدعمونه أصلا، فيصبح
مصدر قوة كبيرة بإمكان حامل القلم أن يستغلها، ونود أن تحقق ذلك الإمارات العربية المتحدة كما حققناه نحن في قرارنا. تمكنا من استغلال قوة مجموعة الإيتن، وكانت هذه واحدة من الأسباب. هو قرار مالطي صحيح، ولكنه أيضا قرار الإيتن، وأتمنى أن تعمل تستمر الإيتن للبناء عليه لإصداره. الوقت كاد ينفد. انتشار العنف في الضفة الغربية، تحدثت في كلمتك وشددت على زيادة العنف ضد الفلسطينيين أو سكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. هل مجلس الأمن غير قادر بالكامل على ضمان أمن هؤلاء الفلسطينيين في الضفة الغربية ضمنها تحت الاحتلال؟ ربما هذه المرة الأولى التي تذكر في بياننا، هو الاجتماع الأول الذي عقدناه. المتحدثون هل تحدثوا عن هذه المسألة؟ نعم، العديد من الدول الأعضاء في كلماتهم، هناك إعلان هام من الولايات المتحدة قال أنهم سيفكرون في عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأي عمليات عنف، ولكنهم يقومون بها تحت حماية القوات الإسرائيلية، والأسلحة التي يستخدمونها تقدمها لكم الحكومة الإسرائيلية. ولهذا السبب نحن ندين ذلك، ونذكر الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها لحماية المدنيين تحت القانون الدولي، وإذا ما استمر ذلك فربما يكون لمجلس الأمن صوت على ذلك. هل سيتصرف ضد المستوطنين وداعميهم؟ حسب الوضع أو على الحالة. أتحدث عن 230 شخصا قتلوا، نعم أكثر من 230 شخص، ولكننا للأسف شهدنا الصحفيين ومقدمي الخدمات الصحية والإنسانية، كل ما لا يجب أن نراه شاهدناها، كل ما يجب أن يحمى تحت القانون الدولي. لهذا من المهم جدا أن يكون المجلس صوت. السفيرة فانيسا فريزر المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، توقفت عن عملك في مجلس الأمن للتحدث معنا ومع مشاهدينا، أشكرك جزيل الشكر على ذلك، وأتمنى لك وافر الحظ. شكرا. وهكذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا اللقاء الحصري والمباشر مع السفيرة فانيسا فريزر المندوبة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة. نشكر لكم كرم المتابعة.